السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن أسباب توقف الدجاج عن إنتاج البيض، ومن خلال الأسباب دي حضرتك بمنتهى البساطة هتجد أنه لما تتجنب الأسباب دي هتجد أن حضرتك بتزود إنتاج البيض. يعني هيكون في زيادة في إنتاج البيض لما تتجنب كل سبب بيوقف إنتاج البيض أو بيعطل إنتاج البيض. تمام؟ الأسباب دي أسباب رئيسية ومتكررة وبتحصل مع كل المربيين تقريبا، بس إزاي نفهمها، إزاي نحللها، إزاي نصل لحلول ليها، ده موضوعنا النهاردة. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طبعا بيتوقف انتاج البيض او بينقطع لعدة اسباب، عدة اسباب منها الاسباب اللي احنا نتكلم عنها، لكن الاسباب دي مش كلها، لكن اهم اسباب. اول شيء فقر ونقصان احتواء النظام الغذائي للدجاج على البروتين. لازم يتم تغذية الدجاج باغذية تحتوي على نسب عالية من البروتين. طيب لو العلف مفهوش بروتين، العلف مفهوش بروتين، او لو انت مش بتقدم علف، ايه الاكلات اللي ممكن يكون فيها بروتين؟ في بذور اليقطين، وفي الديدان، وفي الشوفان. بذور اليقطين والديدان والشوفان، حلو، الارخص عندك وتقدر تتحصل عليه قدمه، الأرخص قدمه. البروتين مهم جدا، شيء أساسي، شيء ضروري، لكن طبعا الأفضل من وجهة نظري أنك تعتمد على البروتين اللي في العلف، وتجيب العلف اللي هو 21% بروتين. تمام؟ 21% بروتين. العلف ال 21% بروتين ده هيسهل لك بنسبة كبيرة عملية إيه؟ عملية تغذية الطائر بالبروتين، لأنه البروتين ده حاجة تقدر تقول عليها حاجة أساسية في تكوين البيضة نفسها. البيضة نفسها نسبة كبيرة جدا منها بروتين. يقول لك كل البيضة علشان خاطر تاخد البروتين اللي فيه والفايدة اللي فيه. هو مش بس فيه كالسيوم، لا كمان فيه بروتين. فمهم جدا ان احنا نهتم بالعنصر الغذائي ده. برضو عدم شرب المية بشكل كافي بيؤثر على انتاج البيض. عدم شرب المية لعدة ساعات كفيل بان هو ينهي على موضوع انتاج، يقضي على موضوع انتاج البيضة تماما لعدة أسابيع كمان. ليه بقى؟ لأن عدم شرب المية معناه عدم هضم الأكل، وعدم هضم الأكل معناه عدم امتصاص للأكل، وعدم امتصاص للأكل معناه مفيش تحويل غذائي، مفيش تحويل للدم. مفيش تحويل للدم يعني عنقود البيض مش هيستفيد حاجة ومش هياخد أي فايدة. فأنت بتتكلم هنا عن إيه؟ بتتكلم عن توقف لحياة الطائر. حياة الطائر هتتوقف تماما لعدة أسابيع لحد ما ترجع تقدم له مية تاني. فده شيء مهم. في أسباب بقى زي وصول الدجاج لعمر بيتوقف فيه إنتاج البيض، يعني بعد 3 سنوات، ده شيء طبيعي وده شيء مش مرضي، ولازم تكون مجهز قطيع جديد علشان تقاوم المشكلة دي. في مشكلات متعلقة بالأعشاش. تمام؟ الأعشاش اللي مش بتساعد الدجاج على وضع البيض. يعني ما ينفعش الدجاج، تمام، يضع البيض في عشة مش مريحة. تمام؟ يعني في عشة مش بتساعد الطائر على وضع البيض. تمام؟ في عشة مش بتساعد الطائر على ان هو يضع بيض، بتبقى مش مريحة، فيها ازعاج، ما فيهاش راحة، فيها تعب نفسي، فيها تعب عصبي بالنسبة له، فيها اي شيء، الارض بتاعتها، القش بتاعها، اي شيء مش نظيفة. تمام؟ المكان بتاعها مش هادي، مش متجنب، مش بعيد. كل ده مهم جدا. تمام؟ برضو في فترة بتاعة تساقط الريش دي تعتبر طبعا من الأسباب الشائعة، بتحصل في الخريف. يعني بتوقف إنتاج البيض في فصل الخريف لما الطيور بتاعتك توقع ريش وكده، هتلاقيها بتغير ريش. فما تقلقش، عادي، الموضوع ده بسيط ومش هيشكل أزمة ليك تحت أي ظرف من الظروف. برضو ممكن يتوقف إنتاج البيض في فصل الشتاء نظرا لعدم وجود إضاءة من الشمس. الشمس بتغيب بدري،
فانت ممكن هنا تزود اضاءة صناعية، ودي برضو من الاسباب المهمة جدا. ما ينفعش الاضاءة تقل عن 16 ساعة، اضاءة ما تقلش عن 16 ساعة. لك ان تتخيل قد ايه انت بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن حاجة اساسية وضرورية. ما ينفعش الطائر ياخد اضاءة اقل من 16 ساعة، لانه هيعتبر ان النوم جه وخلاص كده مفيش ايه شغل، ومفيش اكل، ومفيش هضم، ومفيش امتصاص، مفيش انتاج. لا، لازم نزوده باضاءة صناعية لو الشمس غبت. ارتفاع الازعاج، مستوى الازعاج، مستوى التوتر لدى الطيور، ده بيؤثر على وضع البيض. كل ما بيزيد التوتر يزيد الازعاج، تمام؟ وكمان في وجود حيوانات مفترسة او قوارض او حشرات، تمام؟ كل ده بيؤدي الى تأخير وتعطيل وقطع انتاج البيض. برضو التغير في اعداد القطيع، تمام؟ او الازدحام في الحظيرة، تمام؟ او اختلال نسبة الديوك للدجاج، كل دي اسباب بتؤدي الى قطع انتاج البيض، لازم حضرتك تحلها. برضو خد بالك من حاجة مهمة جدا، دخول الدجاجة لمرحلة التحضين والرؤاد بيوقف انتاج البيض، وده شيء طبيعي جدا ومش مرضي ولا يدل على شيء، ده بل من علامات ان هي عايزة ترقد ان هي بتقطع انتاج بيض وبترفض التكسير وكل الكلام ده. فلازم ناخد بالنا برضو من الكلام ده. برضو في حالة نقل الدجاج من حظيرة لأخرى، ممكن يؤدي تغير الجو وتغير الروتين الى حدوث بعض الاضطرابات، وده بيقلل الانتاج، وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. الانسان كمان لما بيسافر بيحصل له الاضطرابات دي، وما بيعرفش ينتج نفس الانتاج لحد ما يتعود على المكان الجديد. كذلك برضو الفراخ، نوع السلالة بيأثر في انتاج البيض. مش كل السلالات لها نفس القدرة على انتاج نفس الكمية من البيض، لازم تاخد بالك برضو من التفصيلة دي. وبعض الامراض اللي بتصيب الدجاج زي نزلات البرد والطفيليات وامراض تانية فيروسية او بكتيرية او طفيلية، كل الكلام ده بيأثر على انتاج البيض، ممكن يقطع انتاج البيض تماما. كذلك برضو الاحوال الجوية المتغيرة، الحر الشديد جدا او البرد الشديد جدا، كل ده بيأثر على عملية ايه؟ على عملية انتاج البيض. فحضرتك تتجنب كل هذه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى نقص او انقطاع انتاج البيض عن طريق ان انت تعمل حاجات مضادة ليها تماما، وده هيحللك الازمة، وده هيخلي الطيور بتاعتك تستفيد وانتاج البيض بتاعها يعلى، وصحتها كمان تبقى عالية وما عندهاش اي مشاكل في الانتاج او في المناعة او في اي حاجة تعطل الانتاج. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.